الاسم هشام رموش، رئيس جمعية أشراق التنمية. هذه المناسبة جينا اليوم باش نشاركوا الإخوان ديالنا في جمعية قافية نور الصداقة في إطار الانفتاح على دول أمريكا اللاتينية، والمناسبة اللي هي واحد الشراكة في إطار مجموعة ديال الفاعلين تحت شعار الماء هو الحياة. أكيد هذه الشراكة هي منتوج، وهذه الأعمال اللي شفنا اليوم وهذه الورشات هي كذلك منتوج اللي أعطى مجموعة من الإضافات للمجتمع المدني بمقاطعة المارينيو على مستوى مدينة فاس، وكنتمنوا الجهود ديال الجمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال، وكنحييو كذلك رئاسة ديال جامعة السيد محمد بن عبد الله كلية الشريعة بفاس، كنحييو جمعية المجتمع المدني اللي جاو اليوم باش يواكبوا هذه العملية هذه، كنحييو كذلك فاس نيوز على المواكبة ديالها، وكنتمناو من هذا الورشة إن شاء الله في المستقبل تزيد تتفعل ويكون واحد العطاء أكثر إن شاء الله بحول الله.